السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزات، قناة اللي غادي نتكلموا على رياض محرز والمعاناة تاعو. نقولوا معاناة اللي خدت عليها غوارديولا، يبقى ما فيش لامان. غوارديولا يعترف ما يعترفش، ما فيش لامان. هذا هما المدربين. ما رياض محرز اول مره صرات له كيما هكا. رياض محرز اللي عنده من حقه باش يلعب تيتيلير، خاطر عليه نقولوا بلي في ديك ليكيب تاع مانشستر سيتي ما كاش اللي دا احسن لاعب انجليز، هو برك راه معاهم. بصح ستايلا راه يعاني في صمت، وين كل لاعبين دي زونسيا 10 تاع لاعبين اللي فاتوا على يد غوارديولا راهم ينصحوا فيه، وين زيدان نصحه بالرحيل، وين نابولي تنيغوسي مع محرز باش ديرلو كيما نقولوا حنايا الاسطوره كيما مارادونا. بصح لازم يخرج سبحان الله. وين غوارديولا يعود لهوايته مع رياض محرز، ويشنا كيفاش غوارديولا يخالف وعده ويصدم رياض محرز عكس ما كان متوقع. خلف المدرب غوارديولا وعده للنجم رياض محرز الذي لم يلعب كأساسي ضد شايك حسب وين شنا كيفاش مش احنا هدرناها، وين الصحافة الإنجليزية وتشير كل الأخبار الواردة من إنجليز أن المدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا يعود لهوايته المفضلة بتهميشه للدولي الجزائري رياض محرز. هذا اللعاب اللي شنا كيفاش وعلى نفس النهج صارت جريدة ليكيب، والتي أكدت بأن الفيلسوف بيب غوارديولا ترك جناح الطائر على مقاعد البدلاء سهرة يوم الأربعاء، المقابلة اليوم ضد شايك. يعني احنا دروك نشوفوا لعاب المفضل بالنسبة لكل الجزائريين، لعاب اللي نتمناو له كل الخير. هذا اللعاب اللي نعرفوا احنا كيما يقول لك الصحافة الأنصار اللعابة اللي معاه المدرب الإدارة عارفين بلي رياض محرز أحسن من ذوك اللعابة. بصح واش راه يدور في راس غوارديولا ما ناش عارفين، واش راه يدور في راس غوارديولا ما ناش عارفين. انا ينوي التقني الاسباني اعاده مميزه لرحيم ستيرلينغ لتشغيل الرواق الايمن من الهجوم ضد شاك خلال مواجهتين لشاك في الدور الاوروبي. وكان ابن الجزائر رياض محرز قد تألق بشكل لافت للأنظار بداية هذا الأسبوع عندما سجل هدف في منتهى الروعة في كأس اتحاد الإنجليزي. رياض محرز حنا دروك هذا بيهبلنا ولا كيف؟ هذا غوارديولا هذا ماناش عارفين كاع، كناش نقارعوا غوارديولا يخرج هذه الخرجة مع محرز. رياض محرز اللعاب اللي راه مطالب من عدة أندية، مطالب في نابولي، مطالب في تشيلسي، في أرسنال، في مانشستر يونايتد، مطالب في ليفربول. يعني رياض محرز وين عنده بزاف عروض، وهذا المدرب اللي راه تسمى كنا عاودو نقولو المدرب ساري هذاك كيتكلم وصرح دار تصريحات تجاه رياض محرز تجاه غوارديولا، وين قال لهم بيب غوارديولا كان ذكي بجلب هنايا او انت جبتو المانشستر باش دير به السباق ولا باش تحمي به اللعابه، او رياض محرز جبتو باش تحمي به اللعابه. وين قال لهم بيب غوارديولا كان ذكي بجلب رياض محرز للشحن، او رياض محرز صار جير ولا صار جير غاشي، راهي صار جير غاشي. ها والله هاو رياض محرز راهي صارجي يا لطيف خويا، ها ماك هاو راهي صارجي الغاشي، هاو رياض محرز صارجي ولا
هم مالك اود عمي، هان على الشيطان، ها عينا باللي انت يا كبير، اونترينر كبير، ها قراو عندك، ها فيلسوف، ها منا، ها بزاف، ها بزاف اود عمي. مشي احنا نهضروا للصحافه الانجليزيه تهدر، الصحافه الانجليزيه وين دارت عنوان غوارديولا يعود لهوايته المفضله مع محرز، هو في يبغي هو يدور غير مع محرز، هاو انت هذا ستانلي، هذاك راس الدندو كاع ما توخرش، هذاك صاني صح، صاني مشى يلعب، صاني صح، اغويرو، اللاعبين هذو رياض محرز هو كان يربحهم وحده، رياض محرز كان وحده يربح هذه مانشستر سيتي وحده كان يربح كاع لي زيكيب، العام اللي فات مانشستر يونايتد وحده ربحها بتريب لود عم يربح مانشستر يونايتد، ربح مانشستر سيتي، انت هذيك الديفونس لاي عندك لاي تاكل عليها غوارديولا، محرز خلطهم كل حبه تاع السردينه وطلقهم خرجوا. تسمى بانت الخدمه تاعك، معك يبين الخدمه تاعك، الخدمه تاعك رياض محرز ما كانش النجاح معك، وانت تشير كل الاخبار الوارده من الانجليز على ان المدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا عاد لهوايته بتهميش الدولي الجزائري رياض محرز، ماشي احنا نحضروا فيها وتحسب باللي حنايا ولا كيما، خاصة رياض محرز قد تألق بشكل لافت للأنظار بداية من هذا الأسبوع الماضي عندما سجل هدف في هذا الأسبوع نهار السبت، سجل هدف في منتهى الروعة في كأس الاتحاد الإنجليزي. فوق هاينا ودي منا عملنا عملية التدوير على انا ساعدني محرز، انا ساعدني من باب زعما تاع محرز، انا ساعدني يروح وين ما يروح زيدان ويعيط له يروح، خاص زيدان قال تشيلسي قال لها حطي 240 مليون اورو باش تجيبوا لعابه الملاح، راهم دوموندي ايسكو، راهم دوموندي محرز، دوموندي عوار، دوموندي ديبالا صحيح وراه وغولم، انا يساعدني يروح معاهم وصاي خاطر عليه ماشي قضيه تاع مالي، ماشي قضيه تاع كيما نقولوا حنايا قضيه تاع لعب مكاش لعب، هذا احسن لعب ميسي مدى احسن لعب يلعب ولا مش يلعب، كريستيانو دا احسن لعب يلعب، دروك حنايا دروك احسن 100 جوار في انجليز ما راش يلعب، وين تداها 2016 هذا ما داهاش في 1978، هذا ما قالكمش بلي سير 200 ميل، هذا لعاب كبير رياض محرز، لعاب كبير رياض محرز، ماهوش تحريشه، الى غوارديولا راك تشوف في رياض محرز تحريشه تلقى ود الناس يلعب سي محمد تلقاه، ما تجيبهاش نتايا ود تحبسها نتايا دايره صارجه اللعابه وتخوف به اللعابه، كره يلعب وتخوف به اللعابه راني معاك، بصح انت راك داير محرز راك تخوف به اللعابه، تما نقولوا ديك المقوله تاع رياض محرز بيب غوارديولا عنصري، هذا تعترف له تعترف حنايا بزاف، حنا اعتذرت له الدنيا وما فيها، بصح تي اللي يلعب، انا رياض محرز راني في سيمانه راني في شهر وانا قرا هذا البارتي غوارديولا، راني في شهر قرا انا ضربك راني نتفرج راي ميترو راي بريمير ميترو كملت، انا بنقول لك كلمه، انا باغي بن طالب يربح، الى دخل محرز تخرج ماتش نيل، والى ما دخلش محرز بن طالب يربح ان شاء الله بربي، باش ندخلك مليح براسك غادي يطيبوا لك توري لك النيه تاع تاع محرز مربد عليك، النيه هذيك تاع محرز مربد عليك، راي عكس كل ما كان متوقع، خالف المدرب غوارديولا وعد النجم الرياض محرز الذي لم يبدا المباراه كاساسي، انت داير عمليه تطوير بصح رياض محرز، انا شفت لاعبين كاين لي لاعبين قام شكت توشيهم اغويرو قام شكت توشيه اغويرو مشكت توشيه سبحان الله، لازم الفريق اللي يفوز يقعد يلعب هو اللي يقعد يلعب، انتظروا رياض محرز راك داير له برناما ود عمي، راه مين ماركيت تنشع عليه، راه مين ماركيت تنشع عليه، هيش عندك معقول قلنا حنايا نرونجو بيناتكم ود عمي، واش راك باغي
ها بزاف هاود عمي غوارديولا هبلتنا على بالك. نا رياض محرز كان مع لايستر سيتي كان كاليكم وحده كالي مونشي كالي انجليز. حتى لهنا ولا يقول لك لا انجليز ما كان والو. حتى لهنا ولا وضع يقول لك لا انجليز ما كان، خاطش علاه محرز ولا يربح. لهنا ولا يقولوا انجليز ما كان والو. حتى انت مانك باين كي باين ردوك مع بالشيخ. انا والله من الباب تاع ولد الجزائر ونبغي رياض محرز، والله العظيم لا راني باغي رياض محرز يخرج من مانشستر سيتي. خاطش علاه الا قعد كيما هكا ما ولي يحشيها له فانك يقول له زيد معنا. انا باغي يخرج شو الى جا زيدان تشيلسي وعيط له غيره عند زيدان وصحي، والله العظيم غيره عند زيدان. خاطش علاه هذا كمان هذا لعاب يلعب لك ماتش ما يلعب لك 3 ماتش، ومن بعد يلعب لك ميطو ما يلعبش 4 ميطو، ومن بعد يلعب لك نص ميطو ما يلعبش 6 تاع نص ميطو. بزاف راه من 2009 من 2019 من الحين دخل من الجونفي من الحين دخل هذه 2019 رياض محرش على لاعب تواتي 30 دقيقة شحالها 30 دقيقة لعبها. ها في 3 شهور لاعب 30 دقيقة، ويراك رايح ويراك دايو ويراك دايو هذا اللاعب. الى هذا ما راش لاعب جبتو ب 5000 اورو، لاعب جبتو 70000 اورو 70 مليون اورو واسي محمد. هو راك رايح به، هو احترم العقد تاعو، احترمو بلي كان ستار في ليكيب تاعه، احترمو بلي دا احسن لاعب في 2016 17 18 في 3 سنين من حيث دا 100 جوار. هذا ما عندوش 45 عام، هذا راه عنده 26 عام سي محمد. وين راك دايه؟ اش نقولوا حنايا؟ نطلبوا محرز يخرجوا صاي كيما قالوها لي زونغلي لي 100 جوار قالوها تاع انجليز دي زونسيان جوار تاع انجليز قالوا نطلبوا من رياض محرز يهرب. واحد السبيكر قالوا يهرب رياض محرز. نقول لكم حنايا